السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم مثل ما لكم شايفين هذا المخ الالكتروني او الكارت الانفلتر للدراجة الكهربائية اصدقائي. تمام، طبعا هاي الموديل 72 فولت، هاي 1000 واط، بيجي 120 درجة. طبعا هذا اصدقائي بيجي للتريلا او الطرطيرة او الناس بتسمي فيسبا، ايه كل بلد له تسمي. هون عنا مثل ما لكم شايفين هاي الفيشة، فيشة السنسور للحساس. تمام، طبعا انا مشان ما اجرح الشرطان واقطع من كرت قديم قطعت الفيشة، ومشان تركب كمان عندي هاي الفيشة تبعية الدينامو. المهم اصدقائي هو طبيعة العطل مثل ما لكم شايفين ضربات فيه الترانستورات او المسفيتات، ومع ضربة الترانستورات كمان تبعت في بعض المقاومات محترقة اصدقائي. طبعا حطيت لهم انا مقاومات الطبع ما بقي يعني، المهم حطينا منهم هون، وهون في بعض الترانستورات كمان الطبع ضربة. تمام، طبعا نحن مأمنين هون القطع كلياتها. تمام، وصرنا نصلح بالكف. طبعا مثل ما لكم شايفين هاي هيك شكل الكف، هدول الثلاثة هون 1 2 3 كانوا ضربات، وفي الإضافة هون كمان في عنا 2، عرفتوا كيف أصدقائي؟ في عنا 2 من هالطرف هون. طيب بس كل ما راح يبين صار عليه هون هدول المكثفات ما راح نبين. طبعا هاد الشريط الكهرباء هون عنا الأسود وهون عنا الأحمر. تمام، وهدول الشرطان بصير عن طريق الجنكسيوني، بصير أنا ملحمهم تلحيم ومجلتنهم. تمام، الأزرق على الأزرق والأخضر على الأخضر والأصفر على الأصفر. وهذا الرفيع اللي هون الشريط هذا الكنطاك. تمام، يعني حتى شرطان المسكة أنا متابعهم هون على الخريطة ملحمهم. طبعا أساس العطل مكربج هو أصدقائي، مكربج الموتور بينتع تنتيع، أو بتشوف الدوليب للدولابين الصغير بيجي بشحط تشحيط، عرفتوا كيف؟ يعني مكربج. وقت اللي بيشورطوا الترانستورات وبيتفجر وبيحصل الشورت هون الدينامو مثل الأسلاك كلها بتدقر ببعضها، يعني عنا مثل الأصفر أو الأخضر أو الشريط الأزرق، وقت اللي بصير عليه شورت بكربج. وعلى كل هاي جاهز وعلى 24. طبعا هاي المسكة مجرد ما نعطي. تمام، وهلا جاهز ان شاء الله 100%. طبعا ترانستورات الطبع بيجي نوعين، في بيجي سالب وفي بيجي موجب. تمام اصدقائي، يعني ما كله بيركب على بعض، كل ترانستور له رقم شكل وله المعادلة الشكل. واخوكم ابو منير. طبعا مثل ما شرحنا هاي الفيشة تبع الحساسات اللي رايحة هيك على الدينامو. تمام اصدقائي، ايه وما تبقى الخط الكنطاك وهالامور هي. طبعا هن المصرحين الموتيرات الدراجات الكهربائية كلهم بيعرفوا هالشي هذا. والسلام عليكم.